نفذ. نفذ بغيت ما فجر. الله اكبر. لا لا اشتري هلو ولا عادي. لكن خليك في المغاره يا جاح. بندو سلام عليكم. امين امين محمد امين محمد. يا ابو شادي يا ابو شادي خلا. شيخي يا خالي روح 62 روح. اخلاص يا اخوي 24 من حمص باتجاه المحضر. اغلب الحربيات عملين بريف حما، بريف حما الجنوبي، ريف حمص الشرقي. احنا شبكه من درعا وحتى الحدود التركيه. المراصد كيف الرساله؟ فرضا لو اقلع طائرات من حمص، مجرد الحمص مثلا عنده استطاعه الصوت بودي لو فرضنا 100 كيلومتر، فالصوت راح يوصل لريف حماه، ريف حماه الشمالي راح يبلغني إلي بريف إدلب الجنوبي، أنا راح بلغ ريف حلب الجنوبي، أيضاً هون سمعنا ريف حماه الغربي، أيضاً ريف حماه الشرقي، المناطق كلها الرسالة راح توصل، يعني خلال ثواني الرسالة من درعا حتى باب الهواء، ثواني قبل الطائرة بتوصل الرسالة للأهالي وللمدنيين. لسه بدكم دم، لسه بدكم دم ولا اكتفيتوا؟ يلا تكرم. دم او ايجابي، او ايجابي على مشفى السلام، دم لاخواتكم او ايجابي على مشفى السلام. الشبكة طبعا غير تابعة على اي فصيل مقاتل مجاهد على الارض نهائيا، المرصد بكون في خدمة الاهالي والشعب كافة، يعطيه المعلومات او الطيران واستدعاء المستلزمات بالاجمع. هذا بكون شبكة المراصد. طبعا هاي الشبكة بتغطي المنطقة المحررة كافة حتى مع مناطق النظام، اذا حدا معه قبضة نحن مغطينا. موحد بين عليكم ما بيني. من هذا من الأجان؟ بالنسبة للقبضات، القبضة يعني صار شغلة ضرورية بما إنه ما في اتصالات ولا في شبكة تغطية. يعني القبضة لازم تكون مع أي شخص، يعني بكل منطقة، يعني كل بيت لازم يكون فيه قبضة، بحيث إجت الطيارة كذا الواحد ياخذ احتياطه يتخبى ينزل الأولاد على الملجأ، إذا درينا في ضربة بنروح من ساعة الدفاع المدني. إيه يعني من هالحكي، يعني صار نحن معنا اليوم مجزرة سوق الخضرة بالمعرة، كنا والله بشغلنا، اسمعنا إجت الطيران وبده ينفذ في المعرة، يعني المراصد اشتغلت شغل كويس كثير. الله يعطينا العافيه، وضع بضل براقب الاجواء، سمعنا انه في طيران، اعطيناهم خبر للجيران يديروا بالهم كذا، وقت اللي نفذ الطيران يعني كل الشباب وقت اللي دري مكان التنفيذ كل العالم لمكان التنفيذ مباشره صاروا يأسفوا صاروا ينقذوا صاروا يساعدوا الدفاع المدني، الدفاع المدني الله يعطيهم العافيه شباب ما قصروا.